ونحن مع هاني العتال اللي بنعتبره رمز للطهارة والشرف في نادي الزمالك، وهكذا يريده أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك وجماهير الزمالك العريضة. هاني مصمم يكمل المشوار، هاني ما بيتكسرش. كل يوم يا مرتضى انت بتدي هاني مزيد من الثقة حتى يواصل مشواره. هي ليست معركة كما تريد، وإنما هو مشوار حبا في نادي الزمالك، حتى وإن كان يخاطره ولو للحظة ولو لثانية ولو لبرهة فكرة التراجع حبا في نادي الزمالك، وحتى لا يكون هناك خلاف يمينا أو يسارا. هو اليوم أكثر تصميما على مواصلة المشوار. هو اليوم بيقول لك بالفم المليان: لا يعنيني منصب نائب الرئيس إذا كان منك، ولكن إذا كان من الجمعية العمومية فهذا شرف سأظل حامله على أكتافي، وسيظل وسام على صدري، وسأظل من أجله أعطي بلا مقابل ومكمل المشوار. افتح للخير بوابة. كلمة بقولها لهاني العتال: تمسك وتماسك وكن صاحب قلب حديدي. الزمالك يحتاج لأبنائه المخلصين، وأعتقد أن ما نشر في الأهرام يدل على ترهل في الإدارة وصل إلى هذا الحد الضعيف والهزيل والمخزي.